حاجات حمراء وحاجات زرقاء ومادة غريبة محدش بيعرف يشرحها ولا حد بيعرف يفهمها وكله حفظ حفظ حفظ. فهل في حل لمذاكرة مادة الهيستولوجي؟ انا دورت لكم على افضل الحلول اللي انا عملتها واللي ممكن تتعمل في الوقت الحالي وجبتها لك في الفيديو ده، فيلا بينا. مساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بكم في حلقه مخصصه لاي حد عنده ماده الهيستولوجي في المنهج بتاعه. الصراحه ماده متعبه. الماده دي انا ما كنتش بفهمها في الكليه وكنت بحفظها زي ما هي وما بعرفش اجيب بيها درجات كويسه، بس اكتشفت ان في حلول سهله وحلوه وجميله. بس للاسف بعد ما خلصت، انا لو رجعوني يومين بس الكليه وانا هطلع الاول على الدفعه، بس يلا الحمد لله. مادة الهيستولوجي دايما موجودة في السنة الأولى أو الثانية، السنين اللي بيبقى الطالب فيها مش عارف يذاكر منين ولا يبص على المادة دي فين ولا إيه المراجع بتاعتها، وعلى ما يفوق ويبقى كبير بيلاقي إن المادة دي هايفة، فليه ما كانش عارف يذاكرها؟ في الفيديو ده هقول لك شوية خطوات ونصايح تمشي عليها، لو اتبعتها صدقني هتجيب تقدير. اسمع الكلام بس، انا جربت وعارف. ولكن قبل ما اقول لك النصايح دي ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت. انا مش عارف ليه ما حدش بيدعمنا، ليه انا بعمل اكتر من كده؟ اعمل لكم ايه؟ طيب اول نصيحه عايز اقولها لك، بان ماده الهيستولوجي فيها حاجات لو فهمتها وثوابت اساسيه لو عرفتها هتسهل عليك الدنيا قوي قوي قوي. الصوره اللي قدامك على الشاشه فيها مناظر مختلفه للابيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي. الابيثيليوم له اشكال وانواع، ولكن لو ركزت في الكلمات المكتوبه تحت الرسومات هتلاقي بان في اسطمبه جاهزه. هتلاقي بان في حاجه اسمها سمبل ابيثيليوم، وهو عباره عن الابيثيليوم او النسيج اللي طبقه واحده بس. هتلاقي بان في ستراتيفايد ابيثيليوم، وده اللي طبقات. فيبقى اي نسيج في طبقة واحدة يبقى سيمبل، أي نسيج في طبقات متعددة يبقى ستراتيفايد. هتلاقي في نسيج مكتوب عليه كولامنر وهو اللي شكل العمودي، فأي نسيج هتلاقيه طبقة واحدة والخلايا بتاعته عمودية يبقى سيمبل كولامنر ابيثيليوم. هتلاقي إن في نسيج تاني شكله مبطط كده أو زي وكأنك ضغطت عليه كده، فاسم النسيج ده سكويمس. طيب لو طبقة واحدة يبقى سيمبل سكويمس ابيثيليوم، لو طبقات يبقى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. فممكن لما تبص على النسيج بس من شكله تعرف توصفه. فالمصطلحات دي لو انت لسه هتذاكر الماده لازم تبقى عارفها من البدايه عشان ما تقعدش تبصمج زي ما هو كده. الموضوع في البصمجه صعب، في الحفظ اللي زي ما هو كده صعب، اسالني انا بيني وبين الكلمات دي ما عرفتهاش الا بعد ما خلصت. تاني نصيحه عايز اقولها لك، ما تحفظش الحاجه قبل ما تشوفها بعينك. انا واحد من الناس كنت بروح وببص كده على المذكره فبلاقي فيها حاجات كتير، يا اما اقعد احفظها من نفسي كده واروح احطها في الورقه في الامتحان، يا اما اسمع تحشيشات او نيمونكس او زي ما بيقولوا قصص تحفظني الموضوع ده. الموضوع ده فين في جسم الانسان؟ بشوفه فين؟ اتعرفوا عليه ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ والله ما اعرف. انا مثلا احفظ مثلا بان الابيثيليوم اللي موجود مثلا في الغده الدرقيه هو النوع كذا وخلاص على كده، اروح اكتبها في الامتحان زي ما هي، ولا شفتها ولا شافتني. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. خد الحاجه اللي انت بتذاكرها الكلمه زي ما هي بالانجلش، حطها في جوجل، روح على الصور وشوف الصور بتاعتها عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، صدقني مش هتنساها. تالت حاجه جايبها لك النهارده وهي عباره عن كنز حرفيا، اقسم بالله هتدعي لي، صدقني هتدعي لي. واحنا ايامنا لما كنا بنذاكر العملي كنا بنحفظها بالتحشيشات بالنيمونكس، شكل الطفل اللي بيضحك فدي شريحه مش عارف ايه، شكل الطفل اللي زعلان دي شريحه مش عارف ايه، وهكذا. الموضوع ما طلعش كده خالص. هتقول لي ما انا هروح اجر مايكروسكوب واجر شرايح واقعد ابص عليهم تحت المايكروسكوب. هقول لك برضه مش كده، مش معقول تبقى في 2022 ومفيش موقع يخليك تشوف الحاجات اللي تحت المجهر بكل سهوله. بعد شويه تدوير لقيت ان في موقع بيوريك التجربه كامله، بتروح كده بتختار اكسبلور، انت عايز تكتشف الشرايح دي بتقول ايه. هقول لك انت في طب بيطري مثلا عايز انيمال، ولا في طب بشري فعايز انسان، ولا في علوم عايز بلانت. فهتقول له مثلا عايز هيومن، هيجيب لك الشرايح كلها اللي ممكن تشوفها في امتحان العملي. تقول له انا عايز مثلا البلاد، هيجيب لك شريحه البلاد والمايكروسكوب مش متظبط، مش معموله السيتنجز بتاعته. هتبدا تلعب في السيتنجز وتعرف دي ليه ودي ليه، ليه اخليها على قوه 10 او 40 او ليه اخليها على قوه 100 عشان اشوفها اوضح. هتبدا تلعب في المايكروسكوب لعند ما تظبط الحاجه اللي انت عايز تشوفها بعينك. هتلاقي في شرح فوق السلايد اللي انت بتشوفها وبيقول لك انت شايف ايه. فحرفيا اي سلايد عندك في المنهج تعرف تشوفها على الموقع ده وتفهم هي كده ليه. فهتروح على الامتحان عارف تظبط المايكروسكوب على الاقل، مش هتفضل تنده للمعيده تقول لها معلش اظبطي لي المايكروسكوب، بس انت بتنده للمعيده مش عشان تظبط المايكروسكوب.
فاهمك. وبعد كده عايز اقول لك اوعى تحفظ الحاجه باللون الاحمر والازرق والاسود ومش عارف ايه زي ما هي، ما تروحش تقول لي دي مثلا النيوكلاس بتاعتها لونها كذا ودي البيزمنت ممبرين مش عارف لونها كذا. اعرف الحاجه دي اتصبغت باللون ده ليه، ليه شربت الصبغه لونها كذا. لما تعرف هي اتصبغت باللون ده ليه، ايه المواد اللي جواها اللي خلتها تشرب الصبغه دي، هتبقى عارف بان اي حاجه زي الحاجه دي هتبقى بنفس اللون، فمش مضطر تحفظهم كلهم بالوانهم. هتيجي تقول لي منهج الهيستولوجي كله عباره عن متشابهات، مش عارف افرق ده من ده من ده من ده. جمع المتشابهات اللي انت بتتلخبط منهم واعمل جدول مقارنه بسيط بالاشكال بتاعتهم وبالصفات اللي بينهم اختلافات. يعني ما اروحش اشتري مقارنات جاهزه في المكتبه، لا، اعمل المقارنة بايدك وارسم الحاجة بايدك عشان تستخدم حواس اكتر فتفتكر اكتر. وخلي دايما عندك الوان في الهيستولوجي. انا عن نفسي كنت لما باجي ارسم الهيستولوجي او كتاب الهيستولوجي اللي بتسلم ده في العملي كنت بحس ان انا متقدر، انا بنقل الرسومات لا اقل ولا اكثر، بس معرفش الرسمه دي بتاعت ايه. فما تبقاش زيي، نصيحه ليك. خلاص عملت مقارنات ما بين المتشابهات وشفت الحاجه من اكتر من حته وعرفت اللون ده تلون كده ليه، خلاص ساعتها لو في حاجه حفظيه اعمل تحشيشات او نيمونيك. ولو ما تعرفش يعني ايه تحشيشات، فانا كل فيديو بقول لو ما تعرفش التحشيشات روح على الفيديو اللي هنا واتفرج عشان تفهم يعني ايه تحشيشات. التحشيشات هي طريقه بتسهل الحفظ وحتى الاجانب بيعتمدوها، بتعمل الحاجه اللي مش قادر تحفظها على هيئه اغنيه او على هيئه قصيده او على جمله سهله تقدر تحفظها. بس دي في الهيستولوجي بتبقى الخطوات الاخيره مش في البدايه، ما تعتمدش عليها زي ما انا كنت بعمل. هيجي واحد يقول لي طب انا اعمل كده ليه في نفسي، ما انا احفظ اسطمبه جاهزه كل حاجه اقول عليها بيزل نيوكلس كولومنر سيل اسيدوفيليك وهكذا. اعمل اسطمبات او احفظ اسطمبات ولكن بالعقل، اللي بيعلم لك الورقه فاهم انت كاتب ايه. يعني خلي الاسطمبه بتاعتك هي عباره عن ان انت عارف ان انت لازم تكتب في اي سؤال هيجي لك مثلا سيتوبلازم ايه ظروفه، للنيوكلس ايه ظروفها، البيزمنت ممبرين ايه ظروفها، وهكذا. بس ما تروحش بقى تحفظ اسطمبه لكل حاجه زي ما هي وتروح تحطها في الامتحان، لانه طبيعي لما الاقيك كاتب حاجه اسيدوفيليك وحافظها في كل حاجه وهي بيزوفيليك هيحطها لك غلط. فاحفظ اسطمبه بالعقل، حاجه تساعدك في الامتحان مش حاجه تروح تحطها في اي سؤال يقابلك. واخيرا عايز اقول لك بان ماده الهيستولوجي ماده سهله وبسيطه لو اتفهمت صح، او اللي بيشرحها كان بيشرحها بضمير وفعلا عمل سيرش ودور ولقى افضل طريقه ممكن تساعدك على الحفظ. انا ارتكبت اخطاء، اتمنى ان انت ما تعيدهاش، واتمنى ان كلكم وانتم بتتفرجوا على الفيديو تجيبوا تقدير في الماده دي. فلو انت كنت بتعاني من مذاكره ماده الهيستولوجي فاكتب لنا في الكومنت ايه الخطا اللي كنت بتعمله، واتمنى تطبق الكلام اللي انا قلته لك لان باذن بإذن الله هيفيدك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير والكومنت، ولو عايز تتابعني فتابعني فيسبوك تويتر وانستجرام وتيك توك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، واتمنى لكم درجات كويسه ونفخر بيكم ان شاء الله. ولو احتجت حاجه ادي العيش لخبازه. سلام.